انا اليوم طرواز يوم جرت على عيد نط، لقيت القهوه مفتوحه، رحت لي كلونديستان لقيتهم كاع في بلايصهم، ركبت حبطت هاني في شوم، انا في الدوره كي تشوفي هم الحوانت مفتوحين تاع الاحذيه، لا فارماسي خاصه لا فارماسي، ودوك شويه ايضا لي قرقوتي تاني فتحوا، دوك تشوفي الحاله يعني تعاود تولي كيما كانت مع الاول. والعام هذا ماشي كيما العام اللي فات، العام اللي فات صح طولوا علينا، كاين اللي غلق ما فتحش، الفرماسيه مغلوق، هذا العام هذا الحاله منظمه اختي، الله يبارك. ما نخدموش، بعد ما تفرجوا ولا نقعدوا في الدار. نجو نخدموا نسرقوا شويه، هذا منا وهذا منا، هذه الكشيره هذه كاسكيطه هذا ساكودو هذه هذه هي، مازال ما يحدوش هذو يحدو حتى جوي العشره، القياد هذو هما القياد. وحنا دلاليل على بالك، لقطوا منا ولقطوا منا حتى يفرج الله سبحانه وتعالى هو. الحمد لله كل شيء ترى محلول، الحوانت محلولين، اللي يبيعوا الخضرة محلولين، يبيعوا الخبز بلونجية كامل محلولين هذا العام، ماشي كيما مدارين العامات اللي فاتوا الحمد لله. يعني ما فيش لا الحمد لله، ديجا نهار العيد وحلوا العشية. واش العام اللي فاتوا كلهم؟ سي العامات اللي فاتوا كانوا ما كاش، كانوا الناس كاع يشرو يديروا الريفيتايمون، حتى مور العيد سمعنا مور العيد باش بداو يحلوا. يعني حتى الخبز والزيت. كلش. مع العيد الكبير يعني. كلشي تاع الكبير والعيد الصغير. يقعدوا حتى سمانه باش يبداو يحلوا. لا هذا العام الحمد لله، هذا العام درت طري بيان، لي بولونجري كاينين، الخضره كاينه، كاين كلش الحمد لله. هذا العام بركه ناريين كلش مغلوق، خير راك بنت العاصمه وراك كان زمان كلش بنتي مغلوق، يكذب عليك الكاذب، تحوسي على خبز ما كاش واش تحوسي ما كاش، مي سيتاني لا يعني لا ما شاء الله. خدمنا بريمي جور تاع العيد والدوزيام جور تاع العيد، وما مطلت تماما في رمضان كيف خدمنا هنا، خاطر اجبنت كانت حتى 14 صباح وحنا نخدموا، اي بان خدمنا تما البريمي جور تاع العيد والدوزيام جور تاع العيد خدمنا. خدمنا عادي نورمال. كاين اقبال؟ كاين اقبال بزاف. خدمنا في العيد والبرينينا مول العيد نورمال، ما لازم نحلوا لا غالب، سيرتو هذا كي تكون حاجه نيسيسار كيما الناس تحقها مو بليجي الناس. سا روفي الحوانت ايزون روبري اجوردي، او فات البارح سيتي مواتي مخلوقين بلوس كو لا مواتي، لو برومي جور تاع العيد سي توت افي نورمال، سي في بور العيد بور لا فامي الجامع، اي لو دوزيام جور سيتي نهضر على الاودان نهضر على الجي، باسكو نو انا بيتي سي الجي سيتي فيرمي سيتي فيرمي. البارح برك يا في كالكوزان رحت لجيزي صفتها مفتوحه الله يبارك، يا في اوسي لا غلاس بور بروند لا غلاس، يا في كالكو ماغازان تاع بارفيمري تو سكي كوزميتيك تو فارماسي سي تري بيان، جي تروفي كسا سي تري بيان. لو دوزيام شور تاع ليد لا فارماسي تاع بولفار محمد الخامس سالتي اوفرت. الان يعني في المدن الكبرى بعد نهاية العيد نشوفوا أنه كثير من يعني التجار عادوا لمزاولة مهنهم، ما عدا يعني بعض التجارات وهي يعني تتعلق بطبيعة العيد. الآن لما تقولي لي المطاعم تفتح بعد عيد الأضحى، الجميع يعلم أنه الجزائريين ضحاوا وراح يأكلوا اللحم، وأغلب العائلات تأكل اللحم في منازلها، لذلك المطاعم قليلة جدا، مع هذا المناطق النشاط ومناطق اللي فيها يعني إدارات وخدمات يعلموا أنه الناس اللي تخدم لازمها تقدم. كثير منهم يعني قدم يعني مباشرة التحق بالنشاط، لكن يبقى أنه بعض الحرف بعض المهن بعض الأشخاص يعني يمدد العيد تاعو، وهذا الأمر يحدث اختلالات فعليا وخاصة في مدن كبرى مثل الجزائر العاصمة. لكن يعني من سنة لسنة خلينا نكونوا إيجابيين نوعا ما، من سنة لسنة نوعية الخدمات والعودة إلى مزاولة النشاط التجاري قاعدة تتحسن أكثر من سنوات سابقة. ديزاد نيوز، أن يصلك الخبر بالصوت والصورة.